بخصوص جبر الضرر الجماعي، هناك طبيعة الحال هناك مناطق اللي كانت معروفة جدا هي تزمامارت. تزمامارت اليوم نحن على مشارف نهاية تهيئة فضاء تزمامارت بنقولوا حفظ ذاكرة مركز تزمامارت، بمعنى أنه عملنا كل أولا هذا الفضاء سيصبح فضاء سوسيو اقتصادي وسياحي، يعني أن هناك واحد لوبيرج، هناك مراكز للفضاء الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة لتقوم بما نسميه بالعمليات الاقتصادية والاجتماعية ديال التضامن الاقتصادي، إلى جانب أنه هناك حفظ الذاكرة ديال المقابر اليوم ما ديك تما، إلى جانب أننا سنطلق، وهذه أول مرة أعلن عليها، سنطلق كذلك عمليات ديال لاديان جديدة ديال المتوفون بمقابر تزمامارت خلال المدة هذه المدة، على أساس أن نعلن عن نتائج هذه النتائج الخبرة الطبية والخبرة ديال لاديان خلال المدة ديال نهاية في شتنبر المقبل، إذا تم ما بين المختبر ديال فنونت والمختبر المغربي. طبيعة الحال هذه التهيئة ديال تزمامارت تطلبت أكثر من 830 مليون درهم لحد الآن، ونحن بصدد الترافع لأن نجد موارد مالية أخرى من طرف الحكومة المغربية لتجهيز الفضاء، وسنكون سعداء بدعوة الصحفيين خلال قبل إطلاق هذا الفضاء لزيارته ولتنظيم زيارة له في أقرب فرصة. طبعا الحال كذلك أعدنا تهيئة لعدد من المقابر التي كانت عرفت بعض الإتلافات، مثلا مقبرة ديال الضربدة ديال أحداث 1981، ممكن أستاذ مصدق الصحفيين يمكن يمشي ويزورها الآن، أن أعدنا هيكلتها بشكل جدري لنحفظ، وبمواد لا يمكن أن يتم إتلافها من طرف أي شخص من الأشخاص. اليوم هي مفتوحة لعدد من الزيارات بما فيها الزيارات الدولية، حتى حيث أن عددا من اللجان الوطنية لحقوق الإنسان أو لمؤسسات دولية أو لا ثم كذلك قامت بزيارة هذه المقبرة. كذلك مقبرة أكدز اللي هي مقبرة قلعة مكونة تم إعادتها بعد الجرف اللي عرفته إلى غير ذلك، ومقبرة الناظور. إذن نحن بهذا الجبر، يعني ليس فقط جبر الضرر ولكن حفظ الذاكرة وحماية وتهيئة على أن تبقى وبمواد يعني نقولوا تقاوم التغيرات المناخية. بطبيعة الحال في التقرير ستجد كل بطبيعة الحال عندنا إشكال ديال الناس اليوم خارج الأجل، نحن بصدد الترافع سيكون الأسبوع المقبل يمكن أن يكون اجتماعا بهذا الخصوص. أنهينا كل الحالات التي كانت عند إشكالات إدارية، آخرها كان خلال فقش بس داك السيد في يونيو الماضي، يعني في يونيو الماضي كان آخر تقرير لوزارة الوظيفة العمومية ومع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والقطاعات الأخرى لإتمام بعض الحالات التي كانت عالقة من حيث نقولوا التعويض ديال العمل الإداري الذي كان مشالهم. وبالتالي هنا أبدا ونحن أن أذكر أحد مناضلي ديال الوظيفة العمومية الذي تابع معنا والذي فارق الحياة ليلة انتهاء التقرير، يعني سال التقرير معنا وأعطاه صيف التقرير للسي مصدق، وشوية وسمعنا الخبر بأنه لغد الصباح سمعنا الخبر بأنه توفي، فرحمة عليه من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان.